طبعا اليوم نحن مستمرين في زياراتنا العيدية اللي هي متنقلين من جبهة إلى أخرى. نحب في هذا اليوم الفضيل والمبارك أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي، وكذلك أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وكذلك إلى الشعب اليمني بهذه المناسبة الكريمة العظيمة على قلوب كل اليمنيين. طبعا احنا الآن في الخطوط الأمامية بين أفرادنا وقاداتنا وجبهة سرواح في جاهزية عالية، ومستمرين في الترتيبات تحسبا لأي طارئ قد يحدث، ملتزمون بالهدنة حسب توجيهات القيادة السياسية، وأي محاولة من العدو لخرق الهدنة فأبطالنا جاهزون للرد وبقوة إن شاء الله. طبعا لا ننسى في هذا المقام وفي هذا اليوم الفضيل أن نشكر قوات التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بما قدموه وما بذلوه من جهود ودعم لوجستي، وكذلك الطيران نشكرهم، ولا نملك إلا أن نقول لهم شكرا جزيلا على ما قدمته. طبعا توحيد الصف اللي حصل الآن من المجلس الرئاسي هو توحيد صف كل الجبهات، توحيد صف اليمنيين، توحيد صف الأحرار، توحيد صف الأبطال الذين يريدون الحرية والكرامة. الآن توحدت صفوفنا والحمد لله رب العالمين، سوف نتجه في اتجاه إن أرادوا السلام فنحن دعاة سلام، وإن أرادوا حرب فنحن إن شاء الله جاهزون للوصول إلى صنعاء. في الجبهات ومعهم قياداتهم، هكذا هم قيادات الجيش الوطني والقوات المسلحة بشكل عام متواجدين مع أفرادهم سواء في أثناء السلم أو في أثناء الحرب. هذه الزيارة العيدية التي تأتي إلى المرابطين في الجبهات الذين يدافعون عن الأمة العربية والإسلامية ككل، نحن نخوض المعركة اليوم ليس دفاعا عن اليمن وحدها وإنما عن الأمة العربية ككل، لأن الحوثي يستهدف الجميع، يستهدف الأمة العربية والأمة الإسلامية، ولذلك وجدنا الدعم والمساندة من أشقائنا في التحالف العربي تقديرا للموقف وللمعركة التي نخوضها بأنها معركة الأمة. واليوم قد توحد الصف الجمهوري من أقصاه إلى أقصاه، كل المكونات الجمهورية المقاومة والرافضة للإمامة والكهنوت المتمثلة في ذراع إيران الحوثي في المنطقة اليوم على قلب رجل واحد ويدهم جميعا على الزناد، ومتجهة البندقية نحو هدف واحد هو العدو الحوثي الإمامي الكهنوتي.